يلا شاهد أحسن، هذه أحسن. هدي هدي. أوكي كذي. أوكي صح. أوكي كذي. أوكي أوكي شيلني الحين عادي أول شيء. أوكي تعال أشيلك بس. أوكي أيوة هنا أجين. بلاش خالص أنا اسمي أشرف الشهير بالعمدة. أنا أتمرن مصارعة تقريبا من 13 شهر. والله أشرف عمدة حبيبنا، حبيب الشعب، هو اللي دائما يعطي المكان نكهة، دائما إذا كان موجود بالتمرين يعني يكون له نكهة، تبي تتعب، يحمسك، يشجعك. مسمينه عمده هنا، هو اول ما دخل هنا شفناه عمده، عمده شاب طبعا كويس بيتعلم بسرعه ما شاء الله عليه، بس عنده عيب واحد بيلالق شويه في الحركات، ولما يعمل حاجه غلط او مصمم ان هو يعملها صح يفضل يعمل كده. I don't have a good relationship with Ashraf, Al-Umda apparently, the mayor. And reason being is we started going to the gym together and he acts as if he's the Brock Lesnar of the gym, when he's not. شوف يا شباب، عمدة قاعد يموت. اوه خلاص مات مات. ما في شيء قدامي. شوف his face، شوف his face. اوه اوه. Bad dick. Come on، وين بتروح؟ ها هو. ها هو. I call him Mubrayal, which basically translates to he's not a man. And he probably knows why better than me. Guys, والله فشلنا العمدة قاعد يصارخ مثل البنات في السيارة. والله العظيم هذا مجنون، هذا أقسم بالله اللي يركب معه سيارة مجنون. أنا from day one I said مبريان، هاي صدق مبريان. He's only only because I went 160 kilometers the speed قاعد يصيح. Hey, you play by 160 and he play by this car. شنو 160؟ إيش في هاي ما أعرف. أنا علي الماجد. أنا علي الماجد. كل الناس اللي عنده مش رجال. انت ما برجال وانت ما برجال وانت ما برجال، مال مين اللي رجال؟ تقول اه ها ما تقدر لا تضربه ولا هو يضربك، لا تلمسه ولا يلمسك، ولا تقرب منه ولا يقرب منك. عمدة عنده يعني مش هنقول حاجة وحشة فيه، هو عنده إصاء يعني عنده إرادة، عايز يعمل حاجة هيعملها، بس قبل ما يعملها مصمم يعملها، حتى لو هيعملها غلط هيعمل كده زي ما عملنا كل مرة. عمدة يتلخبط وايد لأن مو مركز ويانا كله سرحان مثل شهاب. احنا نسميه مستر دينجرز رقم اثنين. Omda, when he side slammed Saad, poor guy, when he side slammed him, not on the what we call safety form, and he side slammed him outside the safety form, and then later again he did the same mistake. So I was like, I'm going to be the next one, and he's going to hurt me. So I told him, Adi, I'm going to the bathroom. And I didn't actually go to the bathroom. I was just standing there outside for 5 minutes. عمدة والله مصيبة. عمدة يعني خطر على نفسه وخطر على اللي حوله وعلى العالم كله. تحمس وأول يعني أول مرة ما حمسنا وهلا راح. طبعا حركة عمدة يقوله نط، ما هي نط حرفين، بس بيجينا نام على الحبل. أول مرة، ثاني مرة حمسنا كلنا. يا ثاني مرة محمد جاي يستغل الوضع انه وشو يعرف اذا عمدة اذا راح منه الحماس مستحيل يسوي مرة ثانية. سواه قال روح يا عمدة روح، راح هو رايح ما عرف شلون حصل يعني. الظهر الحمد لله مر ما بين الرجلين ويعني وكان خلاص اخوه خلاص يعني يمكن وقفت ما والله مش عارفين. When did he hurt himself today? Yeah, when did Umda hurt himself today?
he didn't hurt himself. How can I say it? He got encouraged into it. He got encouraged by Mohamed Al-Imadi and Tito to jump over the top rope when he was clearly not ready, and I just feel sorry for the guy. خلوني اتعصبت، حاولت اجرب من اول مره، طحت على حاجات المفروض يعني كانت ممكن تدمر اسره، بس الحمد لله تاني مره طحت برده كويس مش وحش، بس مش من الاول الكل عمال يصيح انت غلطان انت. يلا 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 عمدة. What happened today is what usually happens with him. He gets overhyped about something, and then when he tries to do it, he ends up injuring himself. Just like a few weeks ago, he hurt his head. Now, something else, and that's usual with him. عمدة. Typical عمدة. دايما هو نفس عمدة. ما تغيرش.